أنا معك مبادرة تهدف لتتويج جهود ونجاحات المقاولات الصغرى وكذلك حاملي المشاريع، مبادرة أشرفت على تنظيمها مجموعة التجاري وفا بنك بالدار البيضاء، وتتوخى المجموعة من خلال إطلاق النسخة الثانية لأنا معك تتوخى التعريف برواد ورائدات الأعمال الذين يتحلون بروح المبادرة والالتزام بالمشاركة يوميا في تطوير اقتصاد البلاد بفضل منجزاتهم وابتكاراتهم. وتعليقا على الموضوع أكد الرئيس المدير العام للمجموعة محمد الكتاني أن هؤلاء الفاعلين يساهمون في خلق مناصب الشغل وتوفير عائدات إضافية وتنمية الاقتصاد الوطني. لنتابع. هذه النسخة الثانية من جوائز أنا معك لفائدة حاملي المشاريع الصغرى وجد الصغيرة تدخل في إطار واحد في إطار ما يعرفه القطاع البنكي خلال الأسابيع السابقة إثر الخطاب الملكي 11 أكتوبر الخطاب السامي والذي أعطى أرضية جد مهمة لدعم وتعزيز القطاع البنكي لتمويل ومواكبة حاملي المشاريع الصغرى وجد الصغيرة.